تميزت سنة الفجر عن بقية السنن الرواتب بأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها في الحضر والسفر، وكان لها قراءة خاصة ولها فضل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفف هذه الصلاة، وكذلك كان يضجع على شقه الأيمن إذا صلاها في بيته.